من أسوان، من أقصى صعيد مصر، حيث اختتم يعني منذ قليل المؤتمر الثاني للشباب. الرئيس عمل المؤتمر الأول ورأسه في شرم الشيخ، الثاني في أسوان، وأنا سعيدة جدا بالجولة اللي بيقوم بها بين المحافظات المصرية، وأتمنى إنه هذا المؤتمر يجوب كل شهر محافظة من محافظات مصر، لأن احنا يا جماعة ببساطة شديدة جدا ما بنشتغلش غير لما المسؤولين بيزورونا، ده شيء طبيعي في الطبع المصري. نشتغل يعني الرئيس جاي، هتبص وتلاقي الشوارع اتكنست واترصفت والمستشفيات اتظبطت والمحليات اللي ما بتشتغلش هتشتغل، ولو في مش عارفة ايه هيردموه، ولا يعني كل حاجة تتصلح. فعلشان الأمور تتصلح أنا أتمنى فعلا من السيد الرئيس إنه زي ما راح أسوان، وفعلا والحقيقة إنه مثلا تحركه لشركة كيما ومصانع كيما ومصرف كيما للأهل أسوان بقالهم سنين بيشتكوا منه، وفجأة الحل بيتعمل ده ليه؟ لأن إحنا يا جماعة ما بنتحركش، إحنا كناس عادية مسؤولين ما بنتحركش، لازم الرئيس يتحرك ويدي قرارات. فهو دي خلاص يعني ايه، بدل ما نتعب نفسنا نتمنى من سيادة الرئيس ان يجوب هذا المؤتمر كل ربوع مصر عشان الدنيا تتحسن، وكمان عشان يلتقي بكل الشباب المصري. والحقيقة انه النهاردة كان فيه كذا لقطة مهمة جدا، منها لقطة زيارته لمصنع كيما اللي كانت سريعة جدا، كان فيه تحرك سريع. حد من الشباب في احدى الجلسات الصباحية قال له يا ريس أنا عايز أتكلم معاك وعايز أقول لك إنه المصنع ده فيه الناس، المصنع ده بيصرف في النيل وإحنا خايفين على النيل، وأنا حضرتك لو رحت هناك هتشم الريحة بنفسك. الرئيس على طول قال إحنا يلا هنقوم نروح مصنع كيمة، وخد الشاب معاه. في المنتصف الطريق أيضا قابلته واحدة ست بسيطة جدا، اتكلمت معاه على عايزة تتعالج، ست عايزة تتعالج، وقالت له إنها عارفة إن أنا لو اتكلمت معاك هيخوفوني وممكن يهددوني وممكن يعملوا فيا، بس انا قلت لهم السيسي ما يضربش اهله بالنار. والحقيقه ان الست دي اثرت فينا جميعا، وهنشوف هذه اللقطه. والرئيس طبعا طلب ورقها في مصنع كيما، قرر ان هو يعني ينشئ محطه او ننشئ محطه للصرف الصحي، محطه للمعالجه، معالجه الثلاثيه زي ما بيقولوا.